طيب تعالوا خلاص احنا خلصنا الكوريليشن البسيط هذا، تعالوا ننتقل الى الريجريشن. هذا للاسف الشديد الوجه الثاني المخفي في ابحاثنا، ما في اي ريجريشن خالص. ما معنى ريجريشن؟ يسموه بالعربي انحدار، صح؟ انحدار. الريجريشن ببساطه هو ايش؟ هو ان احنا نوضع معادله بس بشرط ان يكون التو فاريبلز كورليتد. الكوريليشن، برافو عليك. وهذه حاجة أدفانس على الكوريليشن. إذا كانوا كوريليتد، شوفوا النقطة المهمة جدا، حضرب لها مثلا إنه أنا عاوز معادلة أتنبأ بها، لو عرفت قيمة إكس تطلع لي قيمة. جميل. طبعا هذه معادلة الخط المستقيم، الواي يا حق السلوب، الواي يساوي الاي زائد البي والاكس، وذي السوفت وير تطلعنا قيمة الثابت اي وقيمة الثابت بي. أنا أعوض بالقيمة إكس اللي أنا عاوزها، تطلعها لك بمنتهى السهولة. أهم شيء إنها معادلة خط مستقيم، والثوابت بالنسبة للأي والبي تطلعها أي سوفت وير. طيب تعالوا شوفوا لو سمحتوا النقطة الأساسية. جو قالوا لنا الآتي: لو كانت أم حامل وجنينها وعاوزين نعرف البلد جلوكوز، فقالوا قبل ما نعرف أي معلومات عن هذا الموضوع كيف نعرف إنهم كورليتد، نروح نمسك الأم الحامل ونقيس لها السكر، كويس؟ ونروح للإمبليكال كورد حق الجنين ونأخذ عينة ونقيس السكر. أحلى حاجة لو طلعوا كورليتد، قولوا صح. لو طلعوا كورليتد ما معناها؟ إنه لو الأم هايبرغليسيميا الجنين هايبرغليسيميا، لو الأم هايبوغليسيميا الجنين كويس. قالوا يا جماعة إذا ليش بدل التعب هذا ما نعمل إكويشن، وأي رقم يطلع لسكر الأم أتنبأ بسكر الجنين. وذي على فكرة في منتهى الأهمية. للأسف شديد أنا كل الأعمال اللي شفتها والرسائل يتكلموا على كورليشن ويطلع سترونج كورليشن وما يعملوش أي ريجريشن خالص. فلا بد إني أحدث معادلة نسميها الريجريشن إكويشن عشان أتنبأ بها. تعالوا نشوف الموضوع هذا. هذا اللي قدامكم الآن، مش ذا الماترنال جلوكوز وذا الفيتس جلوكوز. الآن المعادلة الخط المستقيم هذه قدامكم، الثابت مش قلنا هي ايه ثابت بالمعادله؟ طلع الايه ثابت رقم قيمه 1، والبي طلعت 0.45. جميل. الان انا افترض اني جاءت سكر حق الام 96، اكس حقها 96، اعوض المعادله مباشره، بس طبعا جبتها سمبل. ها 1 في 96 زائد 0.45 حيطلع 96.75. تعالوا شوفوا على الكيرف، 96 حتطلع نفس القيمة تقريبا 96.45. إذا الريجريشن إكويشن لها فائدة عظمى جدا، إنه أنا إذا طلعوا كورليتد أعمل معادلة الخط المستقيم، وإذا عرفت قيمة إكس أطلع قيمة واي. وذي خاصة في الأشياء اللي حاجة تكون سهلة القياس والثانية صعبة القياس، زي ما في الفيتس صعب إن احنا نقيس السكر حق الفيتس. فلو عرفت انهم كورليتد على طول اعمل ما نسميه بمعادله الريجريشن. في قاعده مهمه جدا، انه كلما كان السترونجر كورليشن كلما كان بيتر فور بريدكشن. ودي نقطه عاوزين نتفق عليها، لانه اختلفنا احنا وبعض الزملاء الاحصائيين يقولوا انت اعمل ريجريشن على طول. طبعا شوفوا للاسف السوفت وير تعمل له اي حاجه يطلع لك. والآن حضرب لكم مثل عليها، هذا المثل جاء بعد نقاش مع أحد الزملاء. طيب شوفوا المثل اللي عليها، مش اتفقنا قبل شوية إنه لا علاقة للعمر للناس الأدلت مع الهايت، واتفقنا إن الآر تساوي زيرو. وإحنا قبل شوية الآن قلنا إن في قاعدة مهمة، كلما كان الكورليتد هاي كلما كان البريدكشن أعلى. جميل. تعالوا نشوف لها، ندخلها في السوفت وير ونعمل لها معادلة. بس قبل ما نعمل معادلة احفظوا الرقم هذا، اللي عمره 37 سنة طلع لنا في الدراسة حقنا الطول حقه 180 سنتي. إذا 37 كم حقه؟ تعالوا بنشوفها بالإكويشن الآن، اللي هو الغلط طبعا. لما تدخل السوفت وير يطلع لك إكويشن، يطلع لك الريجريشن إكويشن. فطلع الريجريشن إكويشن، هذه الواي وهذا الثابت وهذا الإكس وهذا البي. الآن احنا حنقوم احنا نعوض في قيمة 37. 37 هي الإكس، عوضوا في 37 الإكس حيطلع 167.6، بينما هي في الدراسة الحقيقية حقي كم طلعت؟
180. فشوفوا انه لا ينفع اطلاقا الريجريشن الا اذا كانوا كورليتد. واضحه؟ جميل. لو سمحتوا الاكسرسايز بي فكروا وجاوبوا. هو طبعا سهل جدا. Very simple. نعوض فيها بشكل طبيعي، ما في مشكله خالص. هذه 15. ما فيش حاجه اسمها extrapolation. يعني ايش؟ انه الكورليشن والريجريشن حقي للسامبل حقي نفسها، لو في حاجه خارج السامبل حقي ما يمكن اعمل لها كورليشن وريجريشن. فهذه نسميها نو اكسترابوليشن. فاي قيمه نقول نو اكسترابوليشن، فيمكنش الا في السامبل حقي نفسها. دي قاعده من القواعد المهمه جدا في الكورليشن والريجريشن. طيب في نقطه مهمه جدا، ها؟ الأول والثاني التعويض سيمبل عادي صحيح ما في مشكلة، بس ال 15 خرجت العمدة فبالتالي لا تحسب إطلاقا. نقول إنها اكسترابوليشن فبالتالي ما نحسبلهاش إطلاقا ريجريشن إيكويشن. طيب في، لو تكرمتوا، في حاجة أدفانس بس تاخذوا فكرة عنها. قالوا لو كان في معايا أوتكم اللي هو مثلا الهايت وفي مالتيبل فاكتورز بإفكت لهذا الأوتكم، مثلا معايا العمر ومعايا الاكسبوجر للصن ومعايا طول الام وطول الاب، فدول عوامل بتاثر على على الهايت. هنا نسميها مالتيبل كورليشن، واذا طلعت كورليتد ان جنرال نروح نعمل لها مالتيبل ريجريشن ونطلع معادله. المعادله بس دي حتكون للقيم كلها بس، يعني حتكون المعادله اللي حتطلع حتدخل قيمه اكس سواء كانت ماينس اور بوزيتيف، ماينس اور سالب اور موجب، حتدخل قيمه اسمه اكس 2 سواء كانت سالب او موجب، واكس 3 سواء كانت سالب او موجب، واكس 4 سواء سالب او موجب، وحتطلع لنا قيمه تنبؤ. نعوض في المعادله في كل القيم حتطلع لنا قيمه واي. بس دي فقط فكره لما يكون حاجه مالتيبل ريجريشن. طبعا هو حتطلع، هو يدخلها في معادله واحده ويطلع قيمه، قيمه اكس كم وقيمه واي كم، قيمه اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، فتعملهم سواء كانت طلعت بوزيتيف ولا نيجاتيف. ما هو قد يكون البوزيتيف كورليتد وقد يكون نيجاتيف كورليتد، فتطلعهم وتعوض في المعادله دي حيطلع لك الواي الاوت كم. لا حتكلم عليه الان، حتكلم عليه الان، حتكلم عليه. كيف يا اخي؟ لا، ما هي قيمة الاكس احنا مش هي كورليتد، قد تكون كورليتد مع الواي بوزيتيف وقد تكون كورليتد مع الواي نيجاتيف. فلو طلعت نيجاتيف انا حدخلها في المعادلة بالنيجاتيف، لو طلعت بوزيتيف حدخلها بالبوزيتيف. بس دي هي حاجة ادفانس لما نعمل مالتيبل ريجريشن لميني فاكتورز لون اوتكم. طيب هذا بالنسبة للكورليشن.